وعلي من ليل الهموم دجنة أمسيت فيها حائر الأفكار، وبقلبي الوجد الذي ما زال في سودائه متأججا كالنار، من فرقة الأحباب والألاف لي مع قلة الأعوان والأنصار. قم يا رسول الله بي وتولني واشفع إلى الرحمن في أوزاري. قم يا رسول الله بي وتولني واشفع إلى الرحمن في أوزاري، واسأله كشف مهمتي وملمتي وقضاء حاجتي وستر عواري وصلاح حالتي وحسن عواري.